السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى بركة الله نبتدي معاكم حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الشبابي رأيكم شباب، اللي تواصل معاكم من السبت إلى الخميس من الساعة 5 للساعة 6. أنا اشتقت لكم وايد، وإن شاء الله تكونون أنتم أيضا اشتقتوا، حق كل الفقرات الخاصة بالحلقة الفنية وحلقة يوم الثلاثة. من أول ما نبتدي ويعني نرفع استتار عن حلقة يوم الثلاثة، أنتم أكيد تدرون أنكم على موعد مع فقرات مختلفة. اليوم حلقتنا حلقة دسمة ومن العيار الثقيل، راح نفجر العديد والكثير من المفاجآت. أولى هذه المفاجآت تعودتوا عليها في كل يوم ثلاثة، الشركة الكويتية الوطنية سينسكيب والتوب فايف والمراتب من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى، وما هي الأفلام اللي احتلت المراتب الخمسة الأولى. أيضا مثل ما أنتم شايفين يعني الاستوديو مزين على الآخر بالعديد من البالونات، ويعني مثل ما يقول زكية زكريا انفخوا البلالين عشان عيد الميلاد، معناته أن احنا اليوم في عندنا عيد ميلاد، وهناك مفاجأة جميلة. اليوم راح نحتفل بعيد ميلاد بنوتة صغيرة اسمها ماريا، أعتقد ناس وايد يعرفون من هي ماريا، لأن ماريا صارت أشهر من والدتها الإعلامية حليمة بولند، ملكة جمال إعلاميات العرب كما لقبت وكما حصلت على اللقب. راح تكون ضيفتنا اليوم، راح نتكلم معاها على الكثير من الأمور، خصوصا أن حليمة تقول أن هذا آخر لقاء تلفزيوني تظهر فيه. شنو تقصد بهذا المانشيت؟ راح نتعرف على هذا الكلام إن شاء الله بعد شوي. أيضا موضوع الحلقة، إحنا دائما نختار موضوع حلقة نتكلم فيه، اليوم ما داعي نختار لكم موضوع حلقة نتكلم فيه، حليمة بولند وهو موضوع الحلقة لليوم، واليوم راح نتكلم معاها. أي شيء حابين تقولونه لنجمتنا ونجمة الكويت الإعلامية حليمة بولند تقدرون أنكم تقولونه، وراح نقرأه إن شاء الله على الهواء مباشرة. أيضا راح يكون معنا تقرير ثاني منوع وفني خاص بمسرح الدمى، راح تعرفون عليه بعد شوي. أيضا راح يكون معنا عادل ماجيك، شاب راح يكون معنا، راح يلعب لنا يعني ألعاب خفة وحركات خفيفة وخفية. فبما أن في عيد ميلاد، والعيد ميلاد خاص بطفلة جميلة الله يحفظها إن شاء الله، ماريا عبد السلام، فراح يكون معنا عادل على أساس يطفي لنا جوا من المرح تشي والفكاهة في الاستوديو، ونشوف حركات الخفة اللي يمتلكها. طرق التواصل حافظينها وعارفينها من خلال الأرقام اللي تمر قدامكم بأسفل الشاشة، بالإضافة إلى جروب رايكم شباب على الفيسبوك facebook.com/رايكم، والتويتر @رايكم_s، وإيميل البروغرام شباب@راي.tv، والإنستغرام @رايكم_شباب. وأرقامنا للي حاب إنه يتصل علينا على 00965249953560. نبتدي أولى محطات برنامج رأيكم شباب لليوم والتوب فايف المقدم من الشركة الكويتية الوطنية سينسكب من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى. Of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. Captain America, The Winter Soldier. فيلم الحركة والمغامرات الذي ينزل للمرتبة الخامسة، يناضل ستيف لتأدية دوره في العالم الحديث لمحاربة تهديد جديد من الماضي، العميل السوفيتي المعروف بجندي الشتاء. البطولة لكريس إيفانز وفرانك غريلو. Captain, to build a better world sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. He's fast. Strong. Had a metal arm. Are you ready? All it takes is one step. People are gonna die. I can't let that happen. Hello again. You must be hungry. لعشاق الرعب والإثارة إليكم فيلم أوكولوس في المرتبة الرابعة. امرأة تحاول تبرئة أخيها المتهم بالقتل بإثبات أن الجريمة نتيجة لظاهرة خارقة. You promised me you'd never forget what really happened. I was 10 years old. Daddy? Tim. Snap out of it.
physicists refer to this as the singularity. Professor? I call it transcendence. الدراما والغموض في فيلم ترانسندنس من بطولة جوني ديب وريبيكا هال. قصة عالم ميؤوس من مرضه يحمل ما في عقله على الكمبيوتر مما يمنحه قوى خارقة لا يمكن إيقافها يأتي في المرتبة الثالثة. Will's body is dying but his mind is a pattern of electrical signals. We can upload his consciousness. We can save him. Not like this. Assuming that this works. If we missed anything, a thought, a childhood memory. This is astounding. So how do we fight it? You can't. An AI is like any intelligence. It has needs. The real will die. It'll start to evolve. Where's the machine? To influence. Perhaps the entire world. Where are you going? وفي المرتبة الثانية فيلم الرسوم المتحركة والمغامرات ريو 2. بلو وجويل وأطفالهما الثلاثة يسارعون إلى الغابة، وعندما يحاول بلو التأقلم يواجه نايجل المنتقم ويلتقي ألد خصومه. It's popping in the Amazon. Pop, 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 pop. You know what pop is backwards? Pop. Yeah. Ooh. Walk it off, buddy. Julio. Keep celebrating. I'll be pooping on your party promptly. It only works when I do it. Okay. Knock the door down. One, two, three. Catch him! فيلم الحركة والجريمة بريك مانسيونز يتصدر المرتبة الأولى هذا الأسبوع من بطولة النجم الراحل باول ووكر وديفيد بيل، ويروي قصة شرطي سري يجوب حي خطر بمساعدة متهم سابق لإفشال خطة زعيم إجرامي لتدمير المدينة. We've got someone who knows Brick Mansions. The convict is my partner. I got a plan to get us in. Us? First chance you get, what are you gonna do? Put a bullet in the back of my head. I could have killed you already. It's gotta make you a little bit anxious. That's a really bad idea. Thank you so much للشركة الكويتية الوطنية السنسكب على هذه الأفلام المقدمة من قبلهم من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى. شفنا الأفلام مع بعض. ريو 2 أعتقد أنه هو فيلم جميل يناسب كافة الأعمار، العوائل والشباب وكل من يحب انه يشوف هذا الفيلم. اما بالنسبه لفيلم جوني ديب، انا شفته بصراحه وما عجبني كلش، لان الفيلم شوي معقد، ولكن يمكن في هناك فئه كبيره من الناس تحب انها تتابع هذه النوعيه من الافلام لان فيها خيال علمي كبير. عموما من الشركه الكويتيه الوطنيه الى التغريدات لتويتر، ما شاء الله كبيره وعديده. عندنا دادا تقول مساء النور للجميع، تحياتي لحليمة بولند، احنا نحبك كثير، منورة الشاشة. انا من السعودية. لمار تقول تسأل حليمة متى دخلت مجال الإعلام. أكيد الكل اللي عارف ومتابع حليمة يدري أنها دخلت من 10 سنوات. أيضا عندنا أنسة تقول هاي ممكن سؤال لحليمة، هل عندها برنامج برمضان أو لا؟ وبانتظار برنامجها القلب وما يريد، وأحبها موت وأتمنى أنها ما تعتزل. لن تعتزل حليمة بولند، وهي معاكم إن شاء الله من خلال حلقتنا لليوم، وراح يكون في معاها حوار رائع ونحتفل بالبنوتة الجميلة الله يحفظها ماريا. الحين
نروح حق تقرير. هذا التقرير خاص بفعاليات جمعية بيارق السلام ومجموعة من الطالبات اللي يقدمون فن راقي. راح نشوف هذا التقرير الخاص بمسرح الدمى، ومن بعد ننتقل إلى فاصل، ومن بعد الفاصل نعود مع الإعلامية نجمة الكويت حليمة بولند. بلدنا بلد الخير والأمان، أحلى ديرة درة وتاج الأوطان، عسى ربي يحفظها ويحفظكم وبدرب الله يحرسكم. مسرحيتنا تعتمد بشكل أساسي على اكتساب الأطفال لهذه القيم الرائعة اللي نحتاجها في هذا الزمن. مسرحيتنا تربوية توعوية هادفة تعتمد بشكل كبير على الدمى. مسرحيتنا قائمة على بناء القيم وترسيخها في عقول هؤلاء الأطفال، ولكنها تقدم بشكل فكاهي جاذب لهؤلاء الأطفال من فئة عمرية معينة، تساعدهم على كسب هذه القيم وجعلها عادة بالنسبة لهم. عملية التنظيم كانت عملية ممتازة ورائعة، لأنها كانت قائمة بشكل أساسي على عملية التعاون. قسمنا فريق العمل إلى عدة لجان، وقسمنا البنات والنساء اللي معانا على فئات متعددة، خلت عملية التنظيم تكون عندنا جدا سهلة وبسيطة. عملية التنظيم أيضا اعتمدت على التعاون، وهذا كان هدف من أهداف مسرحيتنا أنه يكون في تعاون، ولهذا السبب ما واجهنا الحمد لله رب العالمين أي صعوبات في هذه المسرحية. غربيه
حياكم الله معنا ورجعنا لكم من بعد هذا الفاصل الغنائي الرائع مع نجمة الكويت. هي قاعد تقول في الفوازير بص بص اليوم الكل إن شاء الله راح يبص وقاعد ينطر وجودها. اليوم ضيفتنا قالوا عنها إن هي ظاهرة إعلامية فنية، ولكن الظاهرة لا تستمر كل هذه السنوات وكل هذا المشوار الكبير. رقم صعب، وإعلامية كويتية قدرت تسوي الكثير، حققت شهرة ونجاح علشان تكون في المقدمة. تمتلك كاريزما، ثقافة ولباقة، وما شاء الله حسن وجمال. معنا اليوم في حلقة خاصة بمناسبة تعتبر من أغلى المناسبات على قلبها، وإحنا وايد مستانسين وسعداء ومتشرفين بوجودها معنا. سواء اتفقتوا معاها أو اختلفتوا معاها، أنا متأكد أن الكل ناطرها وقاعد يتابعها. نجمة الكويت حليمة بولند، شونك؟ أهلاً وسهلاً فيك صلوح. أنا دائماً أقول لك صلوح، ما أقدر أقول لك صالح، لأن صلوح هذا مو بس صديق وأخو، يعني إذا في أكثر أقدر أقول أكثر. بعد راسي هو أكثر فعلاً، وأنا أتشرف فيك. ومعنا القمر الكيوت شوفوا بنيوتي ماريا. ماريا شونك؟ ماريا شونك؟ ماريا قاعد تطالعني. اليوم طبعاً أولاً قبل أي شيء أحب أشكرك صالح على هالبادرة الحلوة، إنكم أنتوا كقناة الراي وكبرنامج رايكم شباب تحتفلون في أغلى مناسبة اليوم عيد ميلاد بنتي الله يخليها، بوجود أبوها اليوم جاي خصيصاً عشان يحتفل معكم بعيد ميلاد بنتها. ألف شكر على كل هالهدايا والكيكة الكبيرة اللي شفتها هناك والهدايا اللي جايبينها والسيارة الحلوة وعلى كل شيء سويتوا لي. شكراً للراي، وإن شاء الله سنة حلوة تبدأها بنتي مع قناة الراي إن شاء الله. للعام الثاني ما شاء الله العمر كله، صارت سنتين. ماريا الله يحفظها لك إن شاء الله، وتحياتنا أكيد لأبو ماريا عبد السلام الخبازي، تحياتنا له. إحنا دائماً يعني نحب عائلتكم كلها، العائلة الكريمة كلها نحبها، وبعشان راح أشوف الهدايا والهدايا هذه مقدمة من منه راح أقولها إن شاء الله بعد شوي. حليمة الأمومة صعبة جداً والله، وصارت من أولوياتي قبل الإعلام. قبل كان عشقي للإعلام ماخذني من مو بس أقول حياتي الخاصة، من حقوقي وواجباتي على نفسي. مو يقولون ولي نفسك عليك حق، صحيح. كنت أنا أبدي شغلي على نفسي وعلى راحتي وعلى صحتي وعلى كل شيء. اليوم صارت يعني ماريا ماخذ كل حياتي بصراحة، وصرت أبديها حتى على نفسي. تستاهل والله، يعني لو في شيء بديها على نفسي، يعني كثير أمور صرت أعتذر عنها بسبب اهتمامي ببنتي بهالفترة. الله يخليها لك وتشوفينها عروس يا رب. وهي كوبي أو ميني يما مطقمين أنا وبنتي عشان نحتفل، ترى غير احتفال الراي اللي مسوي لي، في احتفال ثاني مع أهالينا اليوم إن شاء الله. ترى بنتي قاعد تصفق. إيه قاعد، لا ما قاعد تصفق. أنا ما قاعد تصفق حياتي، شنو تسوين ماما؟ ماريا الله يحفظها لك بصراحة، هي كوبي بيست شكلا عن والدها عبد السلام، بس اليوم باللبس يعني حليمة. نحاول. إذا أنا أدري حليمة أن أنت ما تعرفين تطبخين كلش. كلش. أوكي، ماريا خلتش تطبخين بعض صراحة الأشياء. صراحة إيه، يعني خلتني أطبخ وايد، بس كل آخر شيء نحط بالخلاط، مو ينوكل يعني إحنا نأكله أو نتلذذ فيه، آخر شيء بالخلاط علشان بيبي. فنسوي لها السمك، اللحم، الدياي، الفيجيتابلز، العيش، الحركات اللي بدأت تسوي. ترى شوفي أنت دائما حليمة، هذا شيء يعني موجود فيك الله يحفظك، في أن أنت تسرقين الأضواء أو الكاميرا. ترى اليوم ماريا هي اللي قاعدة تسرق الأضواء والكاميرا. هذا شيء يسعدني، وأتمنى دائما أن تكون بنتي أحسن مني بكل شيء يا رب إن شاء الله. خلاص ترى الحين بدت الحركة عندها. أوكي يلا خلاص تبي تنطلق، لأن شافت السيارة. ماريا ماما. ماريا تين عند ماريا، تعالي. طبعا ماريا سنتين، واليوم هي تكمل سنتين. 24/4 اليوم تكمل سنتين، اللي هو تاريخ عيد ميلادها. إن شاء الله أشوفها عروس يا رب، وأشوف عيالها بعد 20 أو 30 سنة من هالسنة. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. شنو أكلة ماريا المفضلة؟ بطاط. بطاط. أوكي، يعني هي تحب أكثر شيء البطاط. بطاط. أوكي، يعني هذا أكثر من الآيس كريم. يعني أنا كنت أحب آيس كريم، بس بنتي بطاط. أوكي بطاط. إذا راح نتكلم عن موضوع البوتات واللزمات اللي كسرت الدنيا بالإنستغرام والكيك والعالم كلها تتوزع. أوكي ما عندي مشكلة. صحيح ماريا، أنا أدري ماريا تين عندي ولا لا؟ ما تي مستحيل، معنى كانت تي عندي. يلا ماما زارنا بالبيت صلوح. زين زارنا بالبيت. أنا أدري إن ماريا اتغار على أبوها، صح؟ جدا. شلون؟ ذكري لي موقف. يلا زين ماما.
ما تقعدين هني خلاص، احسن شيء تقعدين هني. مريم يعني شوف بقول لك انت فضحتني ترى بهالسر، لان انا قايلت لك يا كصديق لما اقرب مثلا من ابوها هي ويكون شايلها وانا اقول لها هذا بابا مالي، تمسكني ديزني واخري هذا بابا مالي هذا حبيبي انا. ماريا وين بابا؟ وين بابا؟ وين بابا؟ وينه؟ وينه؟ هيك حطالعه هناك. الله يخلي لكم ان شاء الله وذخر على راسكم. ماما قاعده قاعده منو يساعدك في تربيه ماريا حليمه؟ امي الله يطول بعمرها وام زوجي الله يطول بعمرها. نعم احنا تكلمنا ان هي ليش اسمها ماريا بلقاء صحيح. بلقاء سابق ان شاء الله راح يكون لها اخوان وخوات. مفكره بهالموضوع ولا؟ ان شاء الله اكيد اكيد مفكره، ان شاء الله يجيب لها اخوان وخوات ان شاء الله يا رب ان شاء الله. احنا الحين تكلمنا عن ماريا وراح نرجع لبارت اخر ثاني مع العسوله ماريا، بس ابي اعرف حليمه الحين شوي تكلم عن شغلك الجديد. انا ادري ان شاء الله قريبا راح تاخذين تجربه تقديم برنامج جديد في جمهورية مصر العربية، وبهذا تكون حليمة بولند أول إعلامية كويتية خليجية تدخل إلى الجمهور المصري اقتداء نوعا ما بصباح أو وردة الجزائرية، ولكن بمجالات أخرى مختلفة. شنو اللي خلاش تخطين هذه الخطوة في برنامجك الجديد القلب وما يريد؟ صحيح اليوم والله أنا أعتبر نفسي ليس فقط كويتية وليس فقط خليجية وإنما أنا كإعلامية عربية. صحيح. وكوني أحقق هالسبق الجديد من نوعه أني أول خليجية وليس فقط كويتية تقتحم عالم الفضائيات المصرية، خاصة أن مصر شعب 90 مليون صعب جدا. أمس قاعد تغريها كملي فأعتقد أن هذا فخر بالنسبة لي. نعم. أني أدخل هالعالم وأنهم يطلبوني في ظل وجود كم هائل من الإعلاميات المصريات والعربيات، وأنا قلتها في لقاء سابق أن دخول اللبنانيات والسوريات مثل ما تفضلت كصباح أو أيضا الجزائريات أو من دول المغرب العربي ربما يكون أسهل من الخليجيات. صحيح. في تاريخ الخليج ما كان هناك. اليوم سعيدة أني ككويتية أضع لي بصمة في أهم جمهور ولا يزعلون من الجمهور الخليجي. ترى ماسكتني بنتي تبي تاخذني برا. وين ماما؟ ما خلصنا اللقاء على فكره، انت ملاحظ ماريا؟ ما خلصنا ماما للحين باقي اسئله. اذا نروح فاصل. نروح فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع نجمتنا وضيفتنا لليوم الجميله حليمة بولند. راح نتكلم أكثر عن هو الألب وما يريد. الألب وما يريد بالمصري بقى مع حليمة بولند. حاجات مصرية كده وكله مصري في مصري. طيب فخلينا نروح كده فاصل صغير ونرجع مع رايكم شباب وحليمة بولند وماريا. وردتنا حليمة بولند مكملة معانا اليوم بهذا الحوار بدون بنتي شلوها عشان لا تخبص لكم الاستديو كله. تمون تمون ماريا بس عساس أركز معاك. أيوة وتركزين هم مع المشاهدين حليمة عشان ندخل شوي في مواضيع مختلفة ومنوعة. أرجع لك للألب وماريا، شنو فكرة البرنامج؟ فكرة البرنامج استضافة نجوم من الوطن العربي كله، ولكن سيتم التركيز على نجوم مصر بالدرجة الأولى كونها قناة مصرية أكيد، ونهدف فيها التوجه إلى الجمهور المصري بالدرجة الأولى. أوكي تحياتنا للجمهور المصري أكيد. ما شاء الله عبد الحميد ولي كل المصريين والجالية المصرية الموجودة في الكويت. يا عبد الحميد، عبد الحميد كان معي بالفوازير كمان فأوجه له تحية أكيد. الكاميرامان صحيح أبدع عبد الحميد معاك في فوازير حليمة حلالملم. حليم. فوازير تغني تلالملم، فإحنا اليوم راح نغني بطريقتنا الخاصة وبأحاديث إعلامية شيقة. طبعا التغريدات وايد لتش حليمة هني، إن شاء الله يكون في عندنا وقت على أساس أن أنا أقرأ كل هذه التغريدات على تويتر أترايكم أس وأرقامنا 2495-3560. حليمة لو يسوون قصة حياتك مسلسل. نعم. شنو تختارين عنوان المسلسل؟ تعرف يمكن معظم برامجي تكون باسمي فيمكن أحطها حليمة. تدري ليش؟ مو ما هو مثل ما يعتقد البعض داء العظمة أو إن حليمة كثير مغرمة بما حققت حتى الآن وبنفسها، لا، ولكن لأن اسمي لقصة. على فكرة أنا اسمي حليمة
وانا صغيره كانت ماما تقول لي اي مكان اوديك يقولون حرام هالبنوته الصغيره الحلوه اسمها حليمه، وكنت اسمه فعلا ثقيل ثقيل إيه؟ فعلا كنت ما احب اسمي وايد لان اسمي كبير. بس ماما كانت تقول لي كان المفروض انا اختي الكبيره شهد إيه؟ فكان المفروض انا وجد من الوجدان. اوكي اول مره اكسكلوزيف اقول لك اياها. ف جدتي الله يرحمها اللي هي ام ابوي اسمها حليمه توفت قبل ولادتي باسبوع الله يرحمها، فقرروا ان يكون اسمي حليمه من وجدي حليمه. حليمة في البداية ما كنت أحبها كثير، اليوم صرت أعشق هذا الاسم لدرجة أن زوجي لما يبنى بنوتتنا الأولى سماها على والدتها الله يطول بعمرها، يقول لي ثانية ودي أسميها حليمة من كثر ما لها الاسم صار ستايل ونغم صح. مميز، خاصة أنا ما في حليمة غيري بالوسط الإعلامي كله والفني. صح، لا يعني فعلا انت حليتي اسم حليمه للامانه يعني ما شاء الله والكل صار يحب انه هو يعني يذكر اسم حليمه. حتى انا اتذكر اول ما سمعت عن حليمه بولند مذيعه جديده تظهر على الشاشه كنت اقول ليش اسمها حليمه، بس الحين خلاص صار الاسم متعارف عليه صار مميز، صار جزء من شخصيتي جزء من كياني جزء من نجاحاتي كاعلاميه هالاسم، احس وي الخير عليه واحبه وايد واكيد اسم يدتي الله يرحمه. نعم حليمة أنت يعني الحين لما أنت قاعد تقولين كذي هل تحسين أن أنت واصلة لمرحلة حليمة بكل صراحة أن أنت واثقة من نفسك تماما وما تخافين أن هذه الثقة تتحول للحظة إلى غرور بنظر بعض والله الناس والمشاهدين؟ اليوم معنا قاعد أسمع صوت بنتي من وراء الكواليس اليوم النجم كل ما ترتفع نجوميته وكل ما يزداد بتألقه وبروزه ونجاحاته حلو إنه يكون بمقامه نجم عالي في السماء، لكن ظل ريوله على الأرض بتواضعه بأخلاقه بتعامله مع الناس. ربما البعض يعتقد إنه يعني هذه مثاليات قاعد تتلفظ فيها حليمة، لكن اليوم أنا أقولها هي واقع. القريبين مني ويمكن أنت من أيضا من أصدقائي المقربين صلوح عارف إيش كثر أنا مع ربعي ومع أصدقائي شخصية كثير تلقائية وعفوية وما عندي تكلف غشمرتية جدا وسوالفها تونس نفس الشخصية تقريبا يعني عفويتك وتلقائيتك هي نفسها على الشاشة، ولكن في الشاشة يحتاج شوية إلى لباقة أكثر يعني تبينين الثقافة أو الجانب الثقافي اللي موجود عندك حليمة. عموما أنا تكلمت أن لو سويتي مسلسل يكون اسمه حليمة لو قلت لك تختارين ممثلة تمثل دورك في هذا العمل وانت تختارين؟ إذا بهالعمر أكيد أنا لأني لسه صغيرة أي. لكن لو مثلا نفس الشحرورة صباح الله يطول بعمرها وأكون بعمر كبير أو نفس مثلا شخصيات راحلة طبعا ما أقدر أختار لأن بعد عمر طويل راح أكون راحلة يعني منتقلة إلى رحمة الله نفس أسمهان مثلا لما سوتها سلافة وخرجي كارول سماحة سوت شحرورة صباح منى زكي سوت سعاد حسني في شخصيات راحلة وفي شخصيات الله يطول بعمرها. أنت تقصد الحين ولا تقصد بعدين؟ لا نقول بعد 20 سنة. بعد 20-30-40 سنة راح أفكر أكيد بوقتها راح تكون في نجمة قريبة مني، لكن أنا ودي بنتي ماريا. هذا هذا كنا متوقعينه ماريا هي أكيد. اللي تحبين ان هي يكون عندها الحس الفني بصراحة يعني أنت تشجعينها راح تشجعينها لو حبت؟ لا أنا بشجعها، أنا بشوف هي شنو تحب يعني هي إذا حابة تدخل هالمجال رح أكون لها عون، لكن إذا محبتها رح أحترم قرارها وبالعكس رح أساعدها بأي مجال تحبه، ممكن تكون مهندسة على خالتها، دكتورة على عمتها. صحيح. على العالم. صحيح ومهندس على خالها. خالها أيضا. صح. تحياتنا وخالها. تحياتنا لكل العائلة الكريمة اللي أظهرت لنا بنت كويتية هي حليمة بولند وضعت شكرا. بصمة في مجال الإعلام الكل يتابعها والكل يشوفها. حليمة ما تتعبي ساعات من الانتقادات خلينا نكون واقعين انت شخصية مثيرة للجدل. نعم والكل بداياتي صلوح بس الحين خلاص وصلت مرحلة تشبع مرحلة اكتفاء ذاتي يعني اليوم خلاص بداياتي يعني. لا مش انه مهامني عندي قاعدة جماهيرية كبيرة للأمانة أقولها بكل تواضع عندي قاعدة جماهيرية كبيرة شئنا أم أبينا نجاحاتي مكتسحة ومكسرة الدنيا وبرامج على كل القنوات استضافاتي على معظم القنوات الفضائية العربية دخولي الآن كأول خليجية في مصر صحيح. اكتساحي
بالخليج وبلبنان، هذا فخر لي. اليوم بعض الحساد الحقدين يعني ما لقوا بالورد عيب، قالوا أحمر الخدين، فيمكن عشان كذي. فبالنهاية القافلة تسير، وقافلة حليمة تسير محملة بالنجاحات وب يعني البرامج الجديدة، وهذا دليل على أن أنت مستمرة وقاعد تقدمين كل ما يليق بنفسك وبالمشاهد. وين تشوفين نفسك بصراحة بعد 20 سنة؟ حليمة وين راح تكون موجودة بعد 20 سنة؟ 20 سنة إذا بنتي تزوجت زواج مبكر أكيد راح أكون جدة. نعم. مع أحفادي، لأن وقتها راح يكون كم عمرها بعد 20 سنة؟ 22 سنة بنتي. صحيح. يعني إذا كانت متزوجة إن شاء الله تكون عندها بيبي. لأن أنت تزوجتي بعمر صغير أيضا. جدا، أنا تزوجت بالجامعة. نعم. فالله العالم، يعني أنا أتمنى الصحة والعافية والستر ورضا الوالدين، ويخلي لي بنوتي ويجيب لها أخوان، وأكمل مسيرة النجاحات اللي حققتها بالإعلام إن شاء الله. هل تعتبر نفسك حليمة امرأة قوية بكل صراحة؟ شوف، أنا أحمل الشيء نقيضة ما بين قوة مش وضعف، ولكن أحتاج مرات إلى مثل ما تقول المجد الرومي إلى مينا سلام. نعم. فأحتاج أوقات إلى أني أكون يعني في حالات ضعف أحتاج فيها أكون بروحي، أحتاج فيها أكون مع أقرب الناس لي الخاصين مش مع العامة. صحيح. ففي لحظات ضعف وفي لحظات قوة، فإذا يعني أقدر أقول أحمل الشيء نقيضة. نعم، وأنا أشوف أن هذا الشيء طبيعي. أكيد. في أن كل إنسان هناك تناقض، ولكن هناك أشخاص لا يعترفون بهذا التناقض. طبعا وايد تعليقات وتغريدات في الورد، سؤال الورد كله قام يطيح على فكرة. الورد للورد، فطبيعي يعني. حليمة يقولون ليش ما عندك انستغرام؟ اي والله انا وايد يتهموني بهالاتهام، ما عندي لا انستغرام ولا تويتر. واشكر كل الفانز اللي قاعد يتابعون اخباري اول بوال، وينزلون كل شيء، لكن ما اوجه تحيه للي ينتحلون يتكلمون بلساني. نعم. لان في البعض اعتقد بتويتر تتكلم على انها انا وتطرح اراء سياسيه لا تمت باي صله لي انا كشخصيتي. صح. فأكيد لكن ممكن قريبا افتح انستغرام وتويتر. احنا قاعد نحاول نقنع حليمة، ولكن هي للحين ممكن اعتني بصورها عشان احطها بالانستغرام. ابت ان تصور مع ان هي طالعه على التلفزيون، بس انت هذه قناعه. يمكن تتغير قناعاتي مع الوقت، زوجي قاعد يحاول، ربعي قاعد يحاولون اللي هم انت، ممكن تتغير قناعاتي مع الوقت ان شاء الله. وطبعا في فانز في الانستغرام، انا بوجه لها تحيه، منى اللي هي فانز حليمة بولند، يعتبر شبه فانز رسمي، في نحن نتواصل. صحيح. معاها. وعدد. صحيح. الفلاورز يمكن تحياتي لمنى، ميرسي على حبك الكبير، وميرسي لكل الفانز ولكل المعجبين في كل مكان على حبكم الكبير لي من جد. نعم. هم عندنا جوجو تقول حليمة من وين النفنوف واللبس، اذا تحبين تجاوبين لانه وايد يسالون عن شفتونا مطقمين انا وبنتي. ايوه. في قولي. تحب اقول من والت ديزني، لان شخصيات والكرتونز من والت ديزني يوم كنا مسافرين. أيوه. جبت لي انا وبنتي. بالعافيه. عليك، عرفتي جوجو. ايضا عندنا من جده، احبك حليمه، مساء ياسمين من نورة المتالقه حليمه، والله يخلي لك بنتك. وهم في ولات وايد يسالونك عن وين مسوي الميك اب والشعر والعدسات، وايد اسئله قاعد يسالونها. انا ما راح اقدر اقرا كل هالتعليقات، بس ان شاء الله حليمه راح تقراها تحت الهواء اذا كان في تايم. ايضا حليمه، هناك الكثير من الشخصيات المعروفه في الخليج، مثلا انا اقول حليمه بولند، احلام، فنانات كثيرات يتهمون، او انت يعني انتن متهمات في المبالغه. بأي شكل من الأشكال، بمعنى أن لما تطلع حليمة أو أي نجمة في الخليج تقول أنا لابسة من المكان الفلاني، فهناك أشخاص يقولون إيه ليش تقول أنها لابسة من الماركة الفلانية؟ هل عشان نفنوف الفالنتينو اللي لبسته عندك؟ ممكن. اللي صرت أمشي بالشارع يقولوا لي نفنوفك ب 4000 يورو، ما أدري يعني 2000 دينار، واللي اليوم لا نفنوفي، ترى اليوم نفنوفي مو بهالسعر من والت ديزني، لا لي ولا لبنتي. لكن أنا أعتقد الذوق. صحيح. أهم من السعر. أي. يعني اليوم قطعة حلوة تلبسها فيها ذوق وكلاس ومرتبة، حتى وإن كان من مكان راقي ومكان كلاس، أهم كثير من السعر. صحيح. حليمة، بنتقل لمهرجان هلا فبراير. يلا. كنتي نجمة وما زلتي نجمة، اعتليتي خشبة هلا فبراير لسنوات طويلة. حليمة صارت فترة غايبة عن هلا فبراير، السبب؟ صحيح. يمكن اليوم أنا يعني
حسب مشاغلي وحسب حياتي. وللأمانة كانت هالمرحلة في بداياتي أيام ما كنت بتلفزيون الكويت. نعم. ربما الآن أنا أشوف نفسي تعديت المرحلة، صرت يعني في برامج حوارية، في برامج جيم شو، لكن أكيد يظل مهرجان بلدي الغالي، وأنا على أتم الاستعداد في أي وقت أني أكون متواجدة، لأن تلفزيون بلدي له الفضل الكبير في نجاحي ونجوميتي. نعم حليمة، في تصريح يعني احنا استخدمناه في ان انت صرحتي وقلتي بيني وبينك، وانا نقلته ما قصرت لكل الاشخاص في ان هذا اخر لقاء تظهرين فيه على الشاشة. شوف اكون معك صريحة، صلوح قاعد ينعرض علي يعني استضافات بالهبل، سواء في الكويت، سواء في لبنان، سواء في مصر. انا شايفة نفسي ظهوري كضيفة صار كثير على المحطات الفضائية وبشكل متتالي ومتواصل. حبيت الحين الفترة هذه، قلت لك هذا اخر ظهور لي قبل رمضان. نعم. لان بركز على عملي في رمضان وبركز على برنامجي الألبوميري. نعم، فاحنا ماخذين السكوب في ان هذا اخر لقاء، الى ان اخر لقاء، واخر يعني اخر لقاء كان مصاحب لعيد ميلاد بنتي. صحيح، واشكركم على الاحتفال الحلو لبنتي. الله يسلمك حليمه، احنا نبي نريحك شوي عشان تشربين ماي شاي وات ايفر، فحلوا بالقهوه والكيك على ما نرجع من البريك مع حليمه بولند. يلا بقى حبيبي دلوقت،
فكر فكر دور فكر مش تتأخر بكرة معدنا في نفس الوقت. فوازير حليمة بولند، ننتظر الفوازير الجديدة إن شاء الله. طبعا شفنا الختبة اللي حافظها حادي بادي كروم بزبادي شالوا حطوا كله على دي خلصة خلويت الحلقة دي اللي هي من كلمات زميلنا عبد الحميد السبك المبدع. تحياتنا. أولا أنا صلي ساعة ماسكة رقم اثنين، وبنتي صلي ساعة تبكي تبي الكيكة على فكرة. الحين راح توصل الكيكة. شافت الكيكة اللي يبينا راي ألف شكر على الاحتفال الحلو. وعلى رقم اثنين نهدى واحد اثنين ثلاث صعب. أوكي طار خلاص. طبعا هم نرحب بعادل ماجيك موجود معنا اليوم بمناسبة عيد ميلاد. أهلا شرفنا. وراح يسوي لنا اشياء والعاب، يعني يبين ساحر خصيص اليوم حق بنوتي. اي حق يلا. ماريا يلا ماريا عادل او شيء شلونك؟ تمام والله الحمد لله. ايش كذا صار لك بلعب الالعاب الخفه؟ اي سنه تقريبا. اوكي سنه، ايش راح تورينا الحين؟ اول شيء عندي خدعه المنديل. زين راح تلعب مع حليمه ولا مع لا ماريا؟ لا مع ماريا. يلا ماريا يلا ماما روحي. شوف شوفي ماريا حلو. شوف شوف عندي هنا هذا المنديل. اي اوكي خليها واقفه. هو يلا اذا مرضى تلعب انا العب. حطه داخل ايدي. اوكي زعلت بنتي خلاص. إيه؟ معنا خلينا نشوف خلينا نشوف. اوكي داخل ايدي حطه. إيه؟ اوكي شلون؟ اوكي اوكي نرد نمسح. ايه على ايدي كاو سحب. اوكي شفتي ماريا؟ شفتي ماما طافتك اللعبه سوى ماريا سوت سحر بيوم عيد ميلادك. زين تاخذينه؟ اوكي روح ماريا عاد هي شويه يمكن مستغربه من الاضواء اليوم على فكره هذا موعد نومها. زين فاليوم مقعدينها عشانكم لان هي تقوم الصبح للوقت هذا تنام فيه بعدين عشان تقوم تنام لها ساعه ساعتين فانتم نومه العصر شلتوها منها فاليوم مستعسره. بس اليوم هي شوي مستعسره بس ما يخالف ان شاء الله. يعني انت بتنام هي ولا على وشك تنام؟ اتس اوكي. زين نبي لعبه ثانيه بعد عادل. خلاص ماما خلاص تروحين وين ماما؟ شوفي سيارة يبيلك ماما سيارة. اوكي اوكي هذه مع حليمة. لا تطيح لا تطيح بنتي. اوكي حليمة بس خلوا بالكم بس لا تطيح بنتي اسم الله. اوكي بس احد ياخذ ماريا بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي لا مصرة اليوم ماريا ما يخالف خلاص خليها على راحتها. ابوها خليها على راحتها. انا لان ما قاعد اسمع الكنترول عذرا فاذا ممكن تلعبنا يلا عادل انا العب بدالها. ستوب اي مكان ستوب. اوكي شنو طلع عندي الكرت البنت الكبه. أي. اوكي الحين اي مكان تقولي فيه ستوب راح يطلع معاي البنت الكبه. اوكي ستوب اي مكان فهمتك ماني قايله ستوب ليه ستوب تطلع بنت الكبه. اوه ماي جاد لا لازم تعلمنا الطريقه شلون بعد ستوب ليه اخر شيء بخلي لا ابي اخر ورقه. اوكي اخر ورقه ما يصير قولي ستوب اي مكان ستوب تطلع معي بنت الكبه. الحين ممكن تحكوا انه اذا ليش ما يصير اخر ورقه بس ابي افهم. هذا اخر ورقه 8. الحين انتم ممكن تحكوا انه الكروت كلها بنات كبه. إيه. اوكي اوكي بس الكاميرا بس تجيني هون هذا الكروت ما فيها بنات. اوكي صح قولي ستوب اي مكان ستوب تطلع معي بنت الكبه. صحيح سحر. اوكي الحين لو نسوي احنا عليها الحركه هاي نقلب الكروت ستوب صار كلهم بنات كبه. اوف اوكي صار كلهم بنات كبه. طبعا هذه هوايه وخفه هواية. يد اذا صار في عندنا تايم هم عاد راح يورينا كذي العاب. وحليمه قاعد حاتي بنتي قاعده طالعه عند ابوها فدونت وري. وحين معنا اتصال مفاجاه يلا انا ما راح اقول ولا راح اقدم شيء. حليمه انت اخذت الاتصال. الو 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 يلا حبيبتي حليمه كل سنه وماريا طيبه. اهلين خالتك. منو خالتك؟ خالتك ماريا من مصر من اسكندريه. خالتي ام هلا خالتي كل عام وانت بخير وانت بصحه وسلامه وكل سنه وماريا طيبه ويا رب ان شاء الله اشوفها عروسه ويعطيني طولة العمر يا رب ان شاء الله ويبلغكم فيها يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب. خالتي وانا مساعه كان يقول لي صلوح من مساعدتك بتربيه بنتك. انا دائما اقول بنتي عندها ثلاث امهات عندها انا وحضرتك خالتي ام زوجي وامي فالله يخليكم لنا يا رب على طول.
ويخليكم لها يا رب ويبلغكم فيها إن شاء الله يا رب، وتفرحون فيها وتشوفونها عروسة يا رب إن شاء الله. تسلمين خالص. وكنت أتمنى أكون يمكم يعني في هاللحظات. لا أنت موجودة يم حليمة ويم ماريا ويم عبد السلام بروحك وباتصالك هذا، سمحت لنا أن نأخذك. طبعا الأستاذة مريم شعيب غنية عن التعريف أستاذتي، فأبي أعرف شلون حليمة من تشنة بكل صراحة. لا ونعمل تشنة هذه بنت أصلا مو تشنة، راضية عن بنتي الثانية. راضية عنها تماما. بنتي الثانية هذه، بنتي الثانية. أنا ما اعتبرتها في يوم إنها تشنة. الله يتمم عليكم هذه المحبة. وهي والله بمقام أمي وأكثر، وخالتي مو عن أمدح فيها، بس أنا فعلا محظوظة بأم زوجي لأنها يعني إنسانة راقية ورائعة بمعنى الكلمة. الله يخليك لنا خالتي ويطول بعمرك يوم اللي تفرحين إن شاء الله بمريومة الصغيرة. إن شاء الله يا رب، ويخليكم لي يا رب إن شاء الله، ويخليها إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. شكرا جزيلا، ترجعين بالسلامة إن شاء الله أستاذة مريم. خالتي بمصر وعمي بمصر بعد، صح؟ إن شاء الله يرجعون بالسلامة. تحياتنا لأستاذة مريم ولكل العائلة. فعلاً مفاجأة صلوح. عفو عليك. معنا يعني أمس كنت معاك أنا شفتك وما قلت لي. إيه لا ما يصير عشان والله يكون في مفاجأة. طبعاً إحنا شايفين مجموعة من الهدايا اللي موجودة هني. نعم. فلازم نذكر الأسماء اللي جايبة هذه الهدايا. طبعاً تحية للمذيع الإعلامي حبيبي عبد الرحمن الدين، جايب هالسيارة تخصص سيارة حموني. إيه وحتى بالبيت يوم يالي البيت هم جايب حق بنتي سيارة. إن شاء الله إن شاء الله لما يصير عمر. أنا حسب لها وكالة سيارات. لا لما يصير عمر ماريا 18 تاخذ الليسن إن شاء الله يجيب لها حموني إن شاء الله. سيارة صجية تكون وردية كذي، عاد شوف أي نوع من أنواع السيارة. أيضا نشكر كل الفانز اللي دزوا الهدايا، ما راح نقدر نذكر كل أسمائهم. دانا وبيت الباربي وعبد الله، شكرا لأني لازم أذكر أسماء حليمة. وأيضا شكرا لعلي دشتي زميلنا الرائع موجود معنا هنا في الاستديو، هم يابلتش جيفت. فشكرا على كل هذا التواصل، وشكرا على كل هذا الاهتمام. شكرا في على عيد ميلاد ماريا. مرسي. عادل احنا في بعد لعبه ولا خلاص؟ لا في بعد واحده. كم مدتها؟ سريعه سريعه يعني شوي. يلا شوفي حليمه. يلا حليمه طالع ماريا قاعده اشوفها تلعب. ماريا اغلط بس الكروت، اسحبي من هنا اي كرت، اسحبي هنا اي كرت. انا طلع 10. لا تورون الكروت. لا 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 تورون الكروت، لا تورون الكروت بس حق الكاميرا خلاص. اوكي ايه اوكي. حط كرتك هنا اول كرت. ايه ستوب اي مكان. شلون يعني قول ستوب؟ يلا قول ستوب. ما بقول الحين ستوب. اوكي نخلط الكروت. اوكي حط كرتك اول كرت ستوب اي مكان. ستوب. اوكي الحين كل ما نحن نسوي الحركه هاي اول كرت اللي هو كرتك يصعد فوق. اوكي خلينا نشوف اني اول كرت طلعت معي العشرة. صح صح صح. اوكي فتح ايدك بس بحط لك الكرت، حط ايدك الثانيه فوقه. اوكي لا لا نزل 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 ايدك. اوكي نسوي نحن نعيد نفس الحركه. اوكي يطلع لي هنا الكرت الثاني. هذا أوكي. كرتك لا مو هو. لا بلا ماكو مشكله، ناخذ احنا الاثنين سوي لنا الحركه هاي. صار انا معي العشرة. فتح ايدك بدل الرقمين. يعطيك العافية. برافو. يعطيك العافية عادل ماجيك على هذه الألعاب الحلوة. والحين ايش رايك نشوفك حليمة وانت شرسة؟ يلا في وين؟ وين؟ ريا وسكينة. يلا
ويختي عليها اول عيد ميلاد يقول حق ماريا يختي عليها زين وافقت الجميله ماريا لا اشيلها هي تحب المرتفعات عشان شي خلتني انا اشيلها شايفه الكيكه زين وتبي ماما زمان ليش ما ليش ما تكون عندي ها يلا ماما يلا بنقص الكيك يلا نروح على حليمه طبعا حليمه هابي بيرثدي يلا ونتمنى حق حقك وحق ماريا العمر المديد شنو امنياتك صدق ابي امنيه حقيقيه ان شاء الله السنه الجايه حق بنوتي اي شاري مخترب لا لا حلو حق بنوتي ان شاء الله تكون سنه سعيده عليها يا رب ويا رب اشوف عروس واشوفها متخرجه من الجامعه واشوفها سعيده بحياتها يا رب فشكرا جزيلا اعلاميتنا حليمه بولند على تلبيه الدعوه وان شاء الله تكون الحلقه حلوه واستمتعتي استمتعتي حليمه جدا اوكي من يطفي الشمع انت ولا ماريا يلا ماما طفيها بنتي الحين قاعده تفكر شلون طبعا احنا وصلنا للختام مشاهدينا الكرام يعطيكم الف عافيه على حسن المتابعه كانت حلقه رائعه مع الاعلاميه شكرا. حليمه بولند شكرا لك شكرا لك صلوح شكرا للرائع على هالاحتفال الحلو في عيد ميلاد بنتي شكرا لكل الفانز اللي دزوا لي هدايا ومحبتكم احلى هديه ثانك يو لك فعلا وشكرا هم لكل المصورين اللي موجودين معنا شكرا لعبد الله مندني عدسه الكويت وشكرا لجروب العوضي وهابي بيرثدي تو ماريا هابي بيرثدي وش اول ذا بيست نشوفكم باكر بنفس الموعد من الساعه 5 للساعه 6 واللي طافت الحلقه اليوم نشوفها باكر الساعه 9 باي باي ثانك يو هابي بيرثدي يلا غني حق ماريا هابي بيرثدي تو يو هابي خطف الشمس